بصوا معايا لو شفتوا الكتاب هتلاقوا ان اليوترس موضوع وفي النص بقى كاتب فيه كل حاجه. اكشوال في الامتحان مفيش حاجه في الدنيا اسمها ان اناتومي اوف ذا يوترس، سؤال خرافي. فانت عندك الجدول مش واضح هو كبير ولا، ولكن لو حطيته قصاد بعضه خرافي. فالسؤال اللي بيجي اسمه اناتومي اوف ذا سيرفكس، ماشي؟ وده سؤال مهم جدا 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 زي الفاجينا بالظبط، يعني بنسبه حوالي 80 او 90% السؤال يا اما فاجينا يا اما سيرفكس، ماشي؟ منتهى 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 الاهميه، تمام؟ وعلى فرض ان جه سؤال اسمه يوترس، على فرض يعني اوريدي السيرفكس ده معظم الكلام، فهمت قصدي ولا لا؟ هتعرف تالف اي كلمه حواليه وده ما حصلش ومش هيحصل. فالاساس هو السيرفكس. اوكي؟ دي حاجه. تاني حاجه انا هرسم رسمه دلوقتي، عايزكم ترسموها معايا كلكم خلاص؟ بالراحه كده علشان دي توضح علاقه اليوترس بالفالوبيان تيوب بالاوفري بالكلام ده، هتفرق معايا قوي. بصوا معايا لحد ما طبعا كلام واضح ان السيرفكس واليوترس والتيوب اربع اجزاء، ده انترافيورال بارت يعني الماسوره اللي جوه الحيطه معايا، يعني تيوب ماسوره وده اليوترس اهو، تمام؟ في جزء جوه الحيطه ده انترافيورال بارت ده سنتي، تمام؟ وحته اسمها ضيقه كده، وبعدين امبولا الواسعه، وبعدين فيمبريا في الاخر. ده البرود ليجامنت عامل زي الخفاش كده. اوكي؟ طيب الاوفري بقى وضعه ازاي؟ بصوا لي كده، انا منقطه لانه ورا، فاهمين انا بتكلم ازاي؟ هو ورا، ورا ايه؟ ورا البرود ليجامنت، فاهمين قصدي؟ انا منقطه عشان هو ورا، تمام؟ ده بقى يعني ايه؟ بصوا معايا الاوفري مكانه كده، ما بيبقاش محطوط لا بالطول ولا بالعرض، بيبقى اوبليك بالمنظر ده، لو ابر بول ولور بول، تمام؟ اللور بول دي ماشيه كده، ده اسمه اوفريان ليجامنت، اسمه ايه؟ ورايحه فين؟ للكورنيو، الكورنيو اللي هو طرف اليوترس ده، ده اسمه انفضبلو بلفيك ليجامنت موصل للاترال بلفيك وول. زي ما انتم شايفين الاوفري بده بده ورا البرود ليجامنت، فهمتوا ازاي؟ عشان كده بنقطه لما هنا بقى بقى مكشوف، عشان كده خط عادي. البرود ليجامنت هو ده المثلث، حاضر؟ ده الاوفري طبعا، ده اسمه انفانديبيولو بلفيك ليجامنت، تمام؟ ده اسمه اوفيريان ليجامنت. اوكي؟ ده البرود ليجامنت. البرود ليجامنت ده مش حاجه معينه، فهمتوا؟ يعني البرود ليجامنت ده عباره عن ايه؟ بصوا لي كده، لو قلنا ان ده سيرفكس وده اليوترس ودي تيوبس هنا، لما التيوبس اتفردت كده قام اتخدت معاها حته من البروتونيوم معاها كده، عارفين اللي هو العبايات الحريم اللي هي الواسعه دي اللي هي دي، متخيلينها؟ فايدي الست بتبقى هنا وكل ده سبيس، فهو ده كله على بعضه كده اسمه البرود ليجامنت، متخيلينها؟ طيب الراوند ليجامنت بقى فين؟ في حاجه اسمها راوند ليجامنت، بصوا لي كده، يعني ايه؟ بادئ من هنا من الكورنيو، الكورنيو اللي هو الطرف ده، تمام؟ بصوا لي كده، مشى 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 ويوصل بقى فين في الاخر؟ ليبيا ميجورا. ده البديل للسبرماتيك كورد في الرجاله، مش السبرماتيك كورد يا جماعه، ركزوا معايا، السبرماتيك كورد ده جاي منين؟ من الديستس والكلام ده، صح؟ وبيعدي فيه الانجواينال كانال وبيوصل، فهمتوا ازاي؟ ده حاجه، ده بقى ده البديل بتاعه في الفيميلز، بدل السبرماتيك كورد عندها راوند ليجامنت بادئ من اليوترس ومشى مشى دخل في الانجواينال كانال، وبالتالي هينتهي فين في الاخر؟ في الليبيا ميجور. طب بادئ من الكوريو؟
من الكورنيو. الكورنيو الحته دي اسمها الكورنيو اوف ذا تمام. الكورنيو اوف ذا يوترس زي ما انتم شايفين فيها ثلاث حاجات صح، راوند ليجمنت وراء التيوب وراء الاوفيريان ليجمنت صح. ده وضعها ازاي في الابدومن في الـ في الـ في البودي معايا. طيب نبدا بقى نتكلم في حاجات كتير اتقالت المره اللي فاتت ده. لو قلنا السيرفكس هنمشي الكروس اناتومي زي ما احنا متعودين. ديفينيشن والنوم ترانسفير ماشي. الميجرمنت بتاعته ايه بقى؟ بصوا لي كده، هو اصلا اليوترس كام في كام؟ اليوترس اللي انتم متخيلينه مجهول وبيحكي البيبي 1 × 2 × 3 انش. الرقم ده طبعا منتهى الاهميه، ممكن يجي في امتحان الراوند. 1 × 2 × 3 انش يعني ايه؟ بصوا لي كده، الطول ده 3 انش والعرض 2 انش والديبث 1 انش. 3 انش ده انتوا عارفين قد ايه؟ 7.5 سم يعني قد ايه؟ قد 7. ده اليوترس السيرفكس متخيلين؟ فالسيرفكس يبقى كام؟ 1 انش بس، يبقى ده 1 انش وده 2 انش وعرضه 2 انش والديبث بتاعه 1 انش. يبقى على مستوى السيرفكس الميجرمنت بتاعته ايه؟ 1 انش. السيرفكس ده بينقسم لجزئين، الكلام اللي احنا قايلينه المره اللي فاتت. بص كده، السيرفكس ده في حته منه جوه الفاجينا وحته فوق الفاجينا. اللي جوه الفاجينا قلنا اسمها بورج فاجينالس، اللي فوق الفاجينا اسمها سوبرا فاجينال بارت. الكلام ده قايلينه صح؟ بيبقى عامله كده تمام؟ حته جوه الفاجينا وحته فوق الفاجينا. طيب قلنا 1 انش. شكل السيرفكس نفسه لما تيجي تبص له كده، لو شفت في اللوكال اكزامينشن، لازم يا جماعه اللوكال اكزامينشن ده يتشاف مره اتليست عشان بس نتخيل الاناتومي الدنيا عامله ازاي. هتلاقي السيرفكس طبعا كده صح، وفي فتحه. الفتحه دي الاوريجينال بتبقى عامله كده، نقطه صغيره خالص. طيب ركز في الكلمه دي، لو الست والده فوجينال قبل كده، تعرف والده فوجينال يعني ايه؟ السيرفكس وسع لحد الاخر تماما وبعدين رجع، مستحيل تبقى كده. عمال ده اللي عندكم في المودلز بيقول لك ايه؟ نالي بارا ومالتي بارا، واحده ما ولدتش واحده ولدت تمام. بس انا بفهمك بس الفكره في الولاده الايه يعني. لو والده واحده والده واحده والده سيزيريان هيبقى كده يعني، فهمتوا يعني الكلمه الادق والده فاجينال ولا مش والده فاجينال؟ مش نالي بارا ومالتي بارا. خلاص ده الشيب بتاعه من هنا خلاص. طب شكل السيرفكس نفسه ايه؟ كونيكال هيبقى ايه صح. طب البوزيشن بتاعه بقى وضعه فين؟ منتهى 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 الاهميه الكلمه دي، اكسترنال اس على مستوى، طبعا اكسترنال اس الفتحه البرانيه اللي هي دي والانترنال اس الفتحه الجوانيه اللي هي دي تمام. اكسترنال اس على مستوى الاسكال سباين، علم على الكلمه دي مهمه قوي 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 قوي. ده النورمال تمام. ليه بقى؟ الاسكال سباين في البول بتاعت البلبس، لازم يبقى فيه بلبس مش عارف اوريها لك تمام؟ لانه لو نزل عن كده يبقى اسمه بورلابس. الكلمه دي مهمه. لو نزل عن الاسكال سباين هيبقى اسمه ساعتها بورلابس. طيب من المره اللي فاتت لازم تقول ايه بقى؟ الانجل اوف فيرجن بتوين فاجينا والسيرفكس قد ايه؟ الانجل اوف فليكشن السيرفكس والبودي 155 صح؟ الكلام اللي احنا قايلينه. طيب في حته ثانيه اليوترس تو سيرفكس ريشيو، دي بقى اللي هو ده ايه بقى يعني؟ بيقول لك ايه؟ قبل البيوبرتي السيرفكس يبقى كده والبودي يبقى كده. هو طبعا بيبقى حاجه مينيمال، انت مش متخيل اذا كان اليوترس بتاع الست التشايلد بيرنج بيريود قد كده، انت متخيل بقى الانفانتال هيبقى قد ايه؟ قد كده صح ولا لا؟ فبيبقى السيرفكس اكبر من اليوترس. ساعة البيوبرتي بيبقوا هما الاثنين قد بعض واحد لواحد، بعد كده بتظبط الصورة يبقى 1 × 2 زي ما انتم شايفين. نعم يعني معلوم. في حاجة اسمها اليوتراين اندكس، بيقول لك ايه؟ طول اليوترس ناقص طول السيرفكس على طول السيرفكس في 2، المفروض طول اليوترس كام؟ بالانش. اليوترس كام؟ 3. طوله 4 × 3 والسيرفكس 1 وهنا يعني كام؟ نص ولا 2؟
نص فلوس. يبقى هيطلع كام؟ واحد. لو اقل من كده يبقى في هايبوبليز هايبوبلاستيك يوترس اللي هو لا ده لا ده. فهمتوا الاثنين مرتبطين ببعض ازاي؟ يعني ده الانفانتايل ده البيبيسنت ده الادلت. فهمتوا ازاي؟ فلو اليوترس الادلت ده اصغر من كده هيبقى ايه؟ لا كده لا كده. طب تعرفها ازاي؟ باليوتراين اندكس. اوكي؟ يبقى ده الكلام اللي في الاول بسرعه كده. نيك اوف ذا يوترس طوله 1 انش كونيكال ان شيب. الشيب من بره ايذر كده او كده على حسب يا ولد فاجينال ولا لا. الليفل بتاعه كام؟ فين؟ صرنا نقص كلمه منتهى الاهميه. بقول لكم منتهى الاهميه تكير. خلاص. ايه كمان؟ الانجل اوف فيرجن الانجل اوف فليكشن واليوتراين اندكس والريشيو بتاعه. طيب الريليشنز بتاعه السيرفكس قولوا كده. هنقسم ده غير ده هيبقى ايه؟ طب اللي فوق ده هيبقى ايه؟ مور ليس عامل زي القبر بتاع البوجاينا صح؟ يبقى متوقعين قدامه ايه؟ لو رسمنا الرسمة بتاعت المرة اللي فاتت صح؟ يبقى قدام ده البرادر وراه طب لاترال بس الحتة دي مكان رودز الكاردنال ليجامنت صح؟ زي هناك بالملي. في كلام جديد؟ لا. في بس كلمة جديدة منتهى الأهمية. بصوا كده. هنا في حاجة مهمة جدا 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 في المنطقة دي. اليوتراين أرتري بيبقى عامل ازاي؟ ده اليوتراين ارتري يعني بيبقى ايه ملولب بالمنظر ده ويمشي جنب اليوترس ملولب وبعدين يمشي كده في التيوب تمام. ده اليوتراين ارتري. طيب اليوريتر بقى بيبقى عامل ازاي في الحته دي؟ البلادر فين هنا؟ هنا صح. اليوتر بيبقى جاي من ورا عايز يوصل للبلادر فلازم يعدي في الحته دي. هيعدي بقى فين؟ النقطه دي. اليوريتر بيبقى ايميديا تحت اليوتراين ارتري في الحته دي. تتخيلوه بصوا لي كده. لو قلنا ده السيرفكس وده اليوترس اهو اليوتراين ارتري ماشي كده اليوريتر بقى معدي كده. فهمتوا يا جماعه؟ يعني هما فوق بعض بس في تو بلينز مختلف. اليوريتر معدي كده صح ولا لا؟ اليوريتر جاي منين ببساطه؟ من الكدني. ما ينفعش يترسم لان انت عامل كات سكشن هيبقى نقطه بس. فهمت قصدي ايه؟ اليوريتر جاي منين؟ من الكدني. الكدني فين؟ هنا فوق خالص وده قدامه صح. فاليوريتر نزل كده 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 ومشى في الارض وعايز يوصل هنا يبقى ماشي كده صح. اليوتراين ارتري عامل ازاي؟ كده 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 وماشي كده. يبقى هما فوق بعض بس مش في نفس الليفل. ده ماشي باتجاه وده ماشي باتجاه. طب الكلمه دي منتهى منتهى الاهميه ليه بقى؟ وانت بتعمل هيستريكتومي ممكن بسهوله تربط اليوريتر لو انت مش واخد بالك لانها ايميديت في الحته دي. طيب مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ في كلمه مشهوره جدا بيقول لك ووتر اندر بريدج. ووتر اندر بريدج اليوريتر ده فيه ميه فووتر طبعا الميه دايما بتبقى تحت البريدج. فافتكر ان اليوريتر دايما تحت واليوتراين ارتري فوق. هي كلمه بريدج رخمه يعني انت عارف الانجليزي الاخرى ووتر اندر بريدج. طيب معلش نقولها تاني. نص انش لاترال تو ذا سيرفكس نص انش اباف ذا لاترال فورنكس. النقطه دي مهمه قوي بيبقى فيها كروسنج يمين تراين ارتري على اليوريتر. دي اللاترال ريليشن بتاعت السيرفكس. حد عايز فيها حاجه؟ اللي هو الكاردنال ده الاسم التاني اسمه كاردنال او ماكن رود. واحد الماني اوكي. طيب ايه السبورت بتاع السيرفكس؟ بصوا معايا السبورت بتاع الفاجينا او السيرفكس او اليوترس اهم حاجه هي مين؟ الليجامنتس اللي احنا قلناها اللي هم الماكن رود والبيوبو سيرفايكال واليتروسيكلا صح؟ ليه؟ لان انا قلت لك ان الفاجينا عامله ازاي كده والسيرفكس عامل كده واليترس عامل كده صح؟ ايه اللي هيمسك المنطقه دي كلها على بعضها؟ الثلاثه دول. يبقى مين البرايمري؟ سيرفايكال ليجامنتس. ماشي معايا ولا لا؟ السكندري قول اللي انت عايزه بقى. معايا ولا لا؟ قول اللي انت عايزه. الليفيتور ايناي ماشي، البوزيشن اوف ذا فيسرا ماشي، ما اعرفش الاي بي اف بوزيشن ماشي، الكلام ده اوكي كل اي حاجه تمشي.
ليه هو اي في اف مش قضيه قوي؟ الحته اللي عندك دي بتاعت ليه اي في اف اللي ميتين الاي في اف مش قضيه خلاص. طيب بعد كده السبلاي بتاع السيرفكس طبعا الماتيريال هيبقى فيديو تراين ارت والفينس هيبقى فيديو تراين فين هتبقى ايه صح. طيب الليمفاتكس بقى بصوا لي كده هيبقى جسر الانترنال ايه مش مشكله. بصوا معايا الليمفاتكس بقى هي وهميه وما ملهاش للاسف لا فيها تحشيشه ولا احزانون هي كده anteriorly obturator external iliac laterally internal iliac وبارامتريال ورا يوترو سيكرال. ما هقولها ازاي يعني ملهاش تحشيش عامليه قدام obturator external iliac على الجنب internal iliac وبارامتريال خلاص posteriorly اليوترو سيكرال. دي الليمفاتكس بتاعت السيرفكس ودي مهمه عشان الكانسر سيرفكس لازم تبقى عارفها. طيب النيرف سبلاي بصوا لي كده الكلمه المهمه اللي هو مستني يسمع منها اللي هي ايه؟ The only stimulus للسيرفكس is dilatation. احنا قلنا قبل كده يعني الحاجه الوحيده اللي بتخلي الست تحس بالسيرفكس هو dilatation. يعني الست بتعمل كوترايزيشن اللي هي كي عنق الرحم على الصاحي وانت بتشوف اللوكال اكزامينيشن عارفين الفولسلم الاله المؤذيه اللي هي اللي بسن فظيع ده بتقوم تمسك السيرفكس وتشده ولا ست حاسه خلاص. الفولسلم اللي هي اله في اله كده توفد قوي صعبه جدا لدرجه ان هي ممكن تجيب بليدنج من السيرفكس بينس مع ان انت منظرها يعني فظيع بس ما بيحصلش تمام. الست بقى بتعمل صلط ولا حاجه من يعني فاهم من القعده والناس واقفه وتكتكت الالات فاهم بس هو اكشوالي بينس. واضح الكلمه دي؟ The only stimulus for the cervix is عشان كده الليبر بين painful يعني بيبقى فيها cervical dilatation. عشان كده لو انت هتعمل دي اند سي dilatation and curettage must be under anesthesia. النيرف سبلاي نفسه مش قضيه اللي هو مكتوب عندك از يوترس مش مشكله في الامتحان تكتب هي الكلمه الاهم هو ايه؟ The only stimulus is dilatation. خلاص ده احنا كده خدنا سبلاي. طيب بالنسبه للهيستولوجي بص معايا بما انه سيرفكس جزء من اليوترس المفروض بيتكون من اندوميتريوم مايوميتريوم بريميتريوم صح ولا لا؟ او بيثيليوم ومصل وبتاع صح ولا لا؟ المصل والبروتونيوم مش ماشي مش عايزك تعرفه. الابيثيليوم بقى ركزوا معايا قوي 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 في اللي بقوله ده السيرفكس. بصوا لي كده الفاجينا كانت ايه؟ فرافات سكيوماس طب اليوترس كولندر صح ولا لا؟ طيب بما ان السيرفكس هو التقاء ده فاكيد في منطقه التقاء بينهم وبعض صح؟ يعني ايه؟ بصوا كده اهو صح؟ ومن جوه فهمت قصدي ايه؟ يعني السيرفكس من بره زي الفاجينا استراتفاز كيماس نانكراتينايز صح؟ ومن جوه زي اليوترس كولامنر فهمت قصدي؟ في نقطة التقاء ما بينهم اسمها بقى ايه؟ ترانسفورميشن زون. كلمة منتهى الأهمية ليه بقى؟ ده المكان ده مش دي اسمها اريا اوف فيسيولوجيكال ميتابليزيا يبقى بسهولة جدا باثولوجيكال ميتابليزيا وبعدين تحصلها ديسبليزيا. تاني اريا اوف فيسيولوجيكال ميتابليزيا وبالتالي بعد كده لو في كارسينوجينيك هيبقى ايه؟ باثولوجيكال ميتابليزيا والباثولوجيكال ميتابليزيا تدي ديسبليزيا بعد كده صح؟ اسمها ترانسفورميشن زون. جت ام سي كيو ودي مهمه ودي اساسيه الاساس بتاع كانسر سيرفكس دي كلمه. تاني حاجه الاندوميتريوم بتاع السيرفكس doesn't share menstruation جت ام سي كيو كلمه مهمه قوي صح؟ يعني مش ده جزء من اليوترس؟ انتوا عارفين الاندوميتريوم بيقع صح؟ لا السيرفكس ما بينزلش. تالت كلمه في حاجه اسمها السيرفايكال ميوكس بيبقى تحت تاثير الاستروجين في الفيرست هاف اوف ذا سايكل والبروجستيرون في السكند هاف اوف ذا سايكل. يعني ايه؟ مش هنفهمها دلوقتي هنفهمها بعدين بس الكلمه دي المفروض تتكتب اللي هي ايه؟ اندرجو فاريشن اكوردنج تو هرمونز او هرمونال فاريشن مكتوب عندك دي وجات ام سي كيو.
البي اتش بتاعت السيرفكس ايه؟ الكلاين. مش لازم ان البي اتش كام بالظبط بس الكلاين. طب يفرق في ايه؟ الفاجينا اسيدك، فالاورجانيزم اللي هنا مش هيبقى هنا. يعني الاورجانيزم بتستعمل هنا ما بتعملش هنا مفروض الا لو البي اتش اتغير. كلام كله مهم. المصل والبروتينيام مش فارقه معايا. خلاص؟ يبقى الابيثيليام تاني، الكلام المهم ايه؟ الاكتو سيرفكس استراتيفاتيكو مثلا كراتونايز، الاندو سيرفكس كولامنر، التقاؤهم اسمها ترانسفورميشن زون، دي الاريا بتاعت الكانسر سيرفكس وده كلام مهم قوي، خلاص؟ دازنت شير ديستريشن اندر جو سايكليك هرمونال تشينجز. اوكي؟ بس طيب الامبريولوجي بقى من الكلام اللي احنا قايلينه المره اللي فاتت هيبقى الاوريجن بتاعه ايه؟ مولاريان داكت. انهي جزء؟ ميدل ثيرد. مش احنا قلنا المولاريان داكت قلنا الابر ثيرد هيعمل التيوب، ميدل ثيرد اليوترس والسيرفكس، لور ثيرد صح ولا لا؟ مفترض في الامتحان هتكتب الكونجيتال انوماليز هي موجوده عندك كلها بتاعت السيرفكس كام؟ بتاعت اليوترس والسيرفكس. هو مش كلهم اكشوال بيبقوا في السيرفكس، فاهم؟ فانت تنقي الحاجات اللي في السيرفكس، فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني الحته دي بتاعت اليوترس كله على بعضه. فانت في السيرفكس هتنقي الحاجات اللي فيها سيرفكس بس. بس بالمره. احنا قلنا المره اللي فاتت قلنا ايه؟ في تو مولاريان داكس بيلحموا مع بعض. وبعدين السيمتوم اللي في النص يتشال. يبقى الكونجيتال انوماليز ايذر مش موجودين اصلا او ما لحموش او لما لحموا السيمتوم ما راحش. ببساطه صح؟ مش موجودين اصلا اسمها ايه؟ مولاريان اجينيسيس. لو الاثنين مش موجودين قلنا السته يبقى فيها ايه المره اللي فاتت؟ باوتش من الفاجينا اللي هو الفيف والتو اوفرز، لان ما لهمش علاقه صح؟ طب لو جنب بس اللي مش موجود هيبقى المنظر عامل ازاي؟ نص نص نص. يعني ايه؟ فاجينا صغيره صح؟ اليوترس يونيكورنيال صح؟ وحيد القرن صح ولا لا؟ وتيوب واحد والتو اوفرز صح؟ الجنب بالكامل مش موجود، متخيلنا؟ ده اسمه يونيكورن يوتريس. تمام؟ ده عدم التخليق اسمه مولاريان اجينيسيس، ميبي يونيلاترال او بايلاترال. تمام؟ طيب بصوا لي كده. التو تيوبس متخلق موجودين بس ما لحموش. طب ما ممكن ما لحموش خالص او لحموا حته وحته صح ولا لا؟ هو بيلحموا يبداوا من تحت. لو ما لحموش خالص اثنين فاجينا اثنين سيرفكس اثنين يوترس صح ولا لا؟ يبقى المنظر عامل ازاي؟ صح؟ هو مفيش حاجه اسمها اثنين فاجينا، هو فاجينا والسيبتم واثنين يوترس واثنين واثنين سيرفكس واثنين يوترس واثنين تيوبس، متخيلينها؟ المرحله اللي بعد كده ده اسمها سودو دايدلفس. تمام؟ في حالات كتير احنا بنشوفها كتير ويعني مش كتير قوي بس يعني بتتشاف يعني موجود المنظر ده. سودو مش حاجه اسمها ترو، ده كائن خرافي ثلاثي الابعاد مش موجود في الحياه. ترو ده الواد اتنين فالفا كمان بقى، فاهم؟ ده كائن فضائي مش موجود. خلاص لا الفالفا تبقى عادي خلاص وبقى كده. تمام؟ المنظر اللي بعده ده اللي هو ايه؟ يعني يعني هو لحم من تحت عادي واحده وان فاجينا. طيب ده اسمه بقى ايه؟ باي كورنس باي كولس. يعني ايه؟ تيوتراي تو سيرفيسز. تيوتراي تو سيرفيسز. تمام؟ ده المنظر اللي بعده. المنظر المنظر ده بقى ايه؟ ده اسمه باي كورنويت او يونيكورنس باي كورنس يونيكورنس. يعني ايه؟ وان سيرفكس يعني ست من تحت سيرفكس واحد عادي بس ذو قرنين كده معايا. يبقى في ثلاثة اوبشن اللي هو سودو دايدلفس او باي كورنس باي كورنس او باي كورنويت. تمام؟ طيب تو تيوبس بقى وكل حاجه بس في حصل كل حاجة وكل بس السبتة ما راحش. يبقى المنظر عامل ازاي؟ يوترس عادي؟ اه. او باي ستين. تمام؟ او يبقى انفانتايل.
يبقى في كونجنتا انوميز اربع اتجاهات. بصوا كده لا ما بتخلاش اصلا مورينا جينيسيس، لا اما ما لحمش دوبليكيشن، لا اما لحم بس ما حصلش سيستم ريزوربشن سبتيت وباي سبتيت، لا اما صغير انفانتايل. فهمت قصدي؟ طبعا لو انت بقى بتتكلم على سؤال اسمه سيرفكس تختار مين؟ مين؟ مش كلهم طبعا ما يعني السبتيت والصاب سبتيت ما يتقالش ولا الانفانتايل صح؟ اول اتنين بس اللي يتقال. فهمت قصدي؟ لو سيرفكس لو سؤال سيرفكس هتكتب كل كده ليه اصلا؟ ايه؟ الاول هي وقتها؟ لا سيبك من اوفر. تتبقى في السيرفكس الابلايد طبعا اي كلمه هتقولها تطلع صح، يعني انت بقيت المنهج مليان سيرفكس السي اي ان الكانسر سيرفكس رول انفيرتيلتي اي حاجه اكتبها هتطلع صح. الابلايد ده ملوش موديل انسر اي حاجه تانية. لما تلاقي سيرفايكال انتراكتيل انيبليزيا الكانسر سيجن بتاع الكانسر سيرفكس حاجه. سيبك من الابلايد. الابلايد يا جماعه ده يعني جت سيرته فين في المنهج؟ فاحنا لسه هناخد المنهج فناخد الجاينر، فلما ناخد الجاينر هتعرف تالف اي كلمه ماشي. مش حاجه اسمها ابلايد اوكي. لا لا سؤال كبير، سؤال كبير مش قليل. طيب يبقى ده تاني سؤال مهم ركزوا معايا. احنا بنتكلم في الاسئله المهمه قلنا ايه؟ الجاينا والسيرفكس يعني 80 او 85% هو ده السؤال اللي هيجي اوكي. طيب دلوقتي اليوترس بقى زي ما احنا قلنا اليوترس ده مستحيل يجي، وعلى فرض جه اوريدي السيرفكس اللي احنا قلناه ده معظم الحياه صح ولا لا؟ فما تبقى بقى من اليوترس ايه الحاجات المعلومات المهمه؟ عشان بس نصير البوزيشن اوف ذا يوترس اوف نورمال يوترس شايفينها لازم تبقى عارفها. يعني ايه؟ لو سالت في شفوي او مثلا في امتحان لو قال لك بوزيشن اوف ذا يوترس يبقى ايه؟ هش يقول لك في اليوترس في السقف في البلبس. لا هي بتتقال سكيما على بعضها ليه؟ سنترال بوزيشن ان ذا بلبس اي في اف مايل ديكس روتيشن اكسترنال اوستا على مستوى الاسكال سباين. ده الرد العلمي. اربع نقط احنا اوريدي قلناها سنترال في البلبس مايل ديكس روتيشن اي في اف الاكسترنال اوستا على مستوى الاسكال سباين. واضح؟ ميل سنة خلاص؟ وطبعا اجزاء اليوترس المفروض تقف هنا اللي هي ايه؟ سيرفكس والبودي. البودي ده عباره عن بصوا لي كده الحته دي صغيره اسمها اسمس حته كده 3 4 ملي دي لونها في الاكستراكس دي بتعمل اللي هو الريفاين سيجمنت. والبودي اتسلف وفي الفندس. الفندس اللي هو ايه بقى؟ اللي هو فوق داخل التيوب. يعني عارفين الليفل بتاع التيوب هنا والتيوب هنا الحته اللي فوق دي ده اسمها ايه؟ فانس. الحته دي اسمها كورنيو. الحته اللي مكان داخل التيوب اسمها ايه يا جماعه؟ كورنيو. تمام؟ بيبقى فيها ثلاثة ستراكشرز. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ حبه معلومات مهمه بس مش امتحان خالص. احنا بنتكلم في حبه معلومات مهمه تخلوا بالكم منها في اليوتيوب. هنا في ثلاثة ستراكشر قلنا في اللي هم ايه؟ راوند تيوب والاوفاليوم. التيوب والبرود لاير من حاجه واحده. مش احنا قلنا عامله زي العبايه الحريمي كده؟ فعشان تحفظوها كلمه رافو من قدام لورا. ار راوند بعدين برود بعدين اوفاليوم. لازم الترتيب تبقى فاهمه. راوند بعدين برود بعدين اوفاليوم. ده اللي هو ايه؟ structures and the cordial. round, broad, ovarian. Okay. ما هو التيوب في البرود؟ ما احنا هنقولها دلوقتي. طيب ده يفرق في ايه بقى؟ بصوا لي كلهم كده. لما انت بتعمل هيستريكتومي ركز في الكلام ده. الراوند ليجامنت بتسيبه في الست. يعني بتقطعه وتسيبه في الست. البرود ليجامنت بيبقى عباره عن
فلاب كده خيبانه فبتروح بالفورمالين يعني في تيوب والاوفري اهو يبقى مين اللي قدام الاوفري ولا التيوب تيوب وراء الاوفري يبقى انت بقى تمسك الجار في ايديك في ايدك كنت عايز اغير تعرفه انتيرو ولا بوستيرو والتيوب دي ليفت ولا رايت ولا الاوفري ده رايت ولا ليفت فهمت قصدي يتمسك ازاي التيوب قدام والاوفري فهمتوا الناس اللي عندها راوند على فرض كان ساعات بيتسخفوا ويسالوا الاسئله دي رايت ولا ليفت بس يعني العهد ده عدى شويه اوكي طيب ايه تاني في اليوترس الليمفاتيك درينج بس ماشي عشان الاندوميتريال كارسينوما هنتكلم يا جماعه ايه النقط اللي باقيه بعد الكلام اللي احنا قلناه اللي ممكن تفيدك بعد كده ولكن اليوترس كموضوع مش هيجي كلاسيك خلاص الليمفاتيك درينج بتاعت اليوترس هتبقى ايه الجزء اللي تحت ده زي السيرفكس تمام الجزء اللي فوق ده زي الاوفري اللي هو البارا اورتيك ليمفاتكس بارا اورتيك ليمفاتكس خلاص الجزء اللي في النص هيروح للانترنال ليمفاتكس سهله كده الجزء اللي فوق زي الاوفري الجزء اللي تحت زي السيرفكس الجزء اللي في النص انترنال ليمفاتكس تمام ده الانترنال ده زي اللي فوق وده زي اللي فوق خلاص ولو بصوا لي كده لو في كانسر هنا هيروح فين هيمشي لحد الانجوينال صح يعني الحته الايميديت حوالين الراوند ليجامنت هتمشي مع الراوند ليجامنت توصل وده اكسبشن الليمفاتكس تاني الابر بارت زي الاوفري بارا اورتيك ليمف نود اللور بارت زي السيرفكس اللي في النص زي انترنال اريا ولو في حاجه حوالين الراوند ليجامنت توصل معاها تمام في النيرف سبلاين عايز كلمه ذا اونلي ستيمولس فور ذا يوترس از ديستنشن اللي هو الولاده يعني صح يعني الليبر بين بيجي من التراين ديستنشن والسيرفايكال دايليتيشن خلاص كورباس اللي هو البودي طيب في الهيستولوجي البروتونيوم البروتينيا بيبقى عامل ازاي؟ بصوا لي بعد اذنكم ده اللي هو ايه؟ دي دورماس باوتش صح ولا لا؟ البروتينيا زي ما انت غطى الريكتم وغطى الفاجينا وغطى السيرفكس وغطى كل حاجه صح؟ جه يلف بقى فاهمين اللي حصل؟ ما وصلش لحد هنا طب وقف هنا تاني يعني البروتينيان غطى البوستيرو سيرفيس اوف ذا يوترس بالكامل بس بينما قدام ده ما وصلهاش خلاص هي دي الكلمه اللي انا عايزك تعرفها ده سؤال شفوي بس هيبقى صعب قال لك لو اديتك يوترس في ايدك بعد الهستريكتومي يوترس بس لا في لا تيوبز ولا اوفرس فاهمين تعرف زي انه انتيرو بوستيرو البروتينيان مش مغطي الانتيرو سيرفيس بس بينما غطى البوستيرو سيرفيس فهمت السؤال؟ يعني لو اديتك يوترس في ايدك احنا قلنا لو اديتك يوترس بتيوب اوفري هتفهم ازاي حط تيوب قدام والاوفري ورا صح لو اديتك يوترس بس البروتينيا مش مغطي الانتيرور سيرفيس وسؤال يعني شفوي رخم اوكي ده اليوترس حد عايز حاجه فيه ده حبة معلومات زيادة كمعلومات شافها أو كلام من ده بتاعه وأجين قلنا اللي بيتذاكر إيه؟ بيتذاكر يتحفظ سيرفكس خلاص؟ على فرض جه سؤال يوترس أوريدي المعلومات السيرفكس فيها كل حاجة أصلا معايا ولا مش معايا؟ عشان نوفر مجهود دكتور الهيستولوجي
لا انا ما قلتوش اي كلام خالص ماشي دكتور هو ممكن يجي لنا ده اسمه جاي بقى خلاص يعني ما ينفعش لما يجيش اصلا اصل سؤال اهبل يعني ده مش سؤال اناتومي اوف ذا يوترس ايه اليوترس ده انت بتكتب 20 صفحه انت عارف الكلام ده لما يتفرد هيبقى رخ غير متخيل هيبقى كام قد ايه فاهم قصدي هو سؤال ب 10 درجات فما ينفعش اناتومي اوف ذا يوترس ب 10 درجات ده هو اناتومي اوف ذا سيرفكس سؤال كبير معايا طيب نيجي بعد كده على موضوع فالوبيان تيوب بلس 2 في الأهمية فاجينال سيرفكس بلس 3 اوكي فالوبيان تيوب بلس 2 وهي سهلة خالص تركزوا بس معايا في كام معلومة كده وهي الموضوع هتلاقوه ماشي في ثانية الفالوبيان تيوب وضعها ايه؟ اللي كان بيسأل سؤال كده بعدين مثلا ده البرود ليجامنت الفالوبيان تيوب عامله كده يعني ايه عامله كده يعني هي كانت زي ما قلت لك كده وخدت فولد من البروتينيه وطلعت فالتيوب مش متغطيه من هنا بس متغطيه من هنا ومن هنا ومن هنا هي دي التركه في الموضوع كله لو انت فهمتها خلاص خلص يعني البرود ليجامنت اكشوالي اللي باقي فيه حاجه بسيطه صح هو عباره عن الفولد اللي ما بين هنا وما بين هنا ودي حاجه رقيقه خالص تمام هو الفكره الاساسيه ان يعني التيوب دي عباره عن برود ليجامنت بس هي دي الفكره طيب نيجي نمشي كلاسيك ديفينيشن بتاع التيوب هيبقى ايه فايبر ماسكولار تيوب اكستندينج فروم ذا يوترس تو ذا اوفري تمام الميجرمنت بتاعتها كام 10 سم ركزوا معايا بتتكون من اربع بارد انترا ميورال بارد ده اللي هو ايه ده اللي جوه الحيطه ده سم تقريبا الازمس ادي حته يعني 2 3 4 2 4 تقريبا ده اكبر حته من 5 6 الانفانديبولم مش جايب عندك مش قايل لك رقم صح لانه ملوش طول انتوا عارفين الانفانديبولم ده عباره عن ايه الاوبننج نفسها وعليه فيمبريا شراشيب يعني تخيل يعني انبوبه منتهيه بالباب الباب ده سميته الانفانديبولم فهو مش ملوش ده مش بارت ده الاوبننج دي انا مش على ده فهمت قصدي الازمس هي كده هي دي المنظر ده يعني ده 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 اليوتراين وول ده الحته اللي جواه لا ده بقى الحته الضيقه اللي بره اليوتراين وول اوكي دكتور ازاي في الاوفري ورا وفي الفالوبيان تيوب تبقى في اخرها الاوفري اصلا تمام لان هو الاكشوالي طبعا ما موضح لك قوي كده بس هو ما هوش موضوع كده الكلام ده كله صغير مش بالمنظر ده انا مكبر الصوره قوي تمام تاني حاجه اخر الفيمبريا بتبقى عامله كده فاهم ازاي طيب يبقى ده ديفينيشن ده الميجرمنتس والبارتس خلاص اللي بعد كده قلنا الميجرمنتس والبارتس خلاص الريليشنز ران ان ذا ايه ابر فري بوردر اوف ذا برود ليجمنت ده مش حاجه صح ولا لا وحتى سبورت برود ليجمنت تبقى ايه مش موجوده صح بس هو ده شكله صح ولا لا طيب سبلاي بصوري كده بصوا كده ميديال 2 ثيرد ذا يوترس لاترال 1 ثيرد ذا يوتوبر خلصت ذا ميديال 2 ثيرد يوتراين ارتري لاترال 1 ثيرد اوفيريان ارتري ميديال 2 ثيرد يوتراين فين لاترال 1 ثيرد اوفيريان فين خلاص الليمفاتكس هنا زي ده وده زي ده النيرفز ده زي ده معايا ولا يعني الفاصل كام ميديا 2 ثيرز بلاتر 1 ثيرز الميزو سالمنكس ده البروتينيه اللي ما بين يعني انت عارف عامله زي حاجه شعر خفيف كده ما بين التيوب وما بين البرود ليجمنت يعني ان هو مش لازقين في بعض انت فاهم حاجه في التصرف اوكي ده سبلاي خلاص الهيستولوجي تول كولامنر سيليتد ويب روبلت سيل السبلاي ميديا 2 ثيرز زي الريبرس لاترا 1 ثيرز زي الاوفر بس واحده واحده كده معايا تول كولامنر سيليتد وذ جوبلت سيل عارفين كلام لوجيك صح ولا لا؟ ليه سيليتد؟ السبيرم والاوفر ليه جوبلت سيلز؟ عشان سكريشنز عشان تسهل الموفمنت صح ولا لا؟ معايا مش معايا؟
فتول كلامر سيلز والجلوبال سيلز. الباقي بتاع على مصر ولا بروتينيوم ولا الكلام الفارغ ده. اوكي طيب الامبريونج طالع منين؟ ابر ثيرد اوف ذا بودي ريندر كونجيتال انوماليس ابليزيا هايبوبليزيا اجينيسيس ما اعرفش ليه الكلام ده. الابلايد اي كلام تيوبال فاكتور فيلبي كوبيك ما اعرفش ايه اي حاجه ده ايه يسون تاني هتلاقي الفلوبيا تيوب مش اسهل من كده يعني المشكله بس انت ما بتبقاش عليها اصلا اساسا فما بتعرفش تكتب حاجه فاهم بس انت لو حطها بسرعه هتبقى في دماغك حاجه تعرف ايه تتصرف اوكي بعد كده الاوفري الاوفر يا جماعه اهم حاجه الرسمه دي انت لو فهمتها هتسهل لك كتير جدا 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 اولا الاوفر وضعه ايه بالنسبه للتيوب والبروجامنت وراه تحتيهم سنه تمام بجنب شويه بحيث يبقى في ابر لاترال بول ولور ميديال بول صح معايا مش معايا هو ده الوضع بالظبط ده اسمه ايه فانتجلو بلفيك ليجامنت وده اسمه اوفاريان وصلوا لهنا طيب السؤال بقى ايه الليجامنت دي غبيه كده ليه وازاي واقفين بالمنظر ده صح انا عايزك تتخيلها كالاتي قبل ما اشرح كلاسيك بس هفهمك اللي فيه الاوفري او التستس كانوا فين اوريجينالي في الابدومن وبعدين حصل لهم ديسنت لحد حته معينه صح خلي بالك بقى في الميل التستس هنا وصلت لحد فين؟ ايه اللي نزقها؟ كان في استراكشر كده اسمه جوبرناكيولم كان حاجه رخمه كده فاكرينها؟ لما تنزلينها لحد سكروت طيب بالنسبه للفيميل بقى ركز في الكلام اللي هقوله ده هي كانت هنا نزلت فين؟ لهنا وقفت لسه المنطقه دي موجوده ده الجوبرناكيولم لسه كبير صح ولا لا؟ يعني كان هنا انا نزله لحد هنا وقف بينما هناك كان نزله لحد الاخر ركز بقى معايا بما ان انا نزلته هنا البلس اباي جاي له منين؟ من فوق طيب البلس اباي هيبقى ماشي في ايه؟ فاضل له بيلفيك ليجمنت متخيلينها؟ يعني فاضل له بيلفيك ليجمنت ده عباره عن ايه؟ الكفر بتاع البلس اباي بتاعه فهمتوا ازاي؟ يعني انت وانت بتشده من شدته الخرطوم اللي بيوصل له يعني فاهم انت مثلا فيشه اقول لك حاجه فيشه والسلك بتاعها اهو فالفيشة بتمسكتها وشدتها في السلك بيشد معاها فهمت ازاي؟ فالسلك هو بيشد قام خد كفر بالبروتينين هو ده الانفاضبل بيلفيك ليجامنت متخيلنا؟ يبقى الانفاضبل بيلفيك ليجامنت هوصلك في الاخر لفين؟ الاورطة والاي بي سي تمام؟ طيب لما ده وقف هنا عشان تتخيلها هو ايه الجزء الباقي ده اسمه ايه؟ المفروض يوصلك فين في الاخر؟ خالص ليبيا ميجورا زي الاسكروتر هنا صح؟ هو ده الواقع فعلا لو انت تخيلت ده الكونتينيوشن بتاعه ده وصل فين في الاخر؟ لا اله الا الله يعني بصوا اليوترس انما في النص فقسم الجوبرناكيولم الى اوفيريان ليجامنت وراوند ليجامنت فعلا تخيلتوا البوزيشن بتاع الاوفر ده ازاي؟ خلاص تخيل ده حلو قوي عشان تبقى انت بس فاهم. اقول تاني؟ طيب طب ممكن اقول تاني بعد اذنك كان التستس هنا والاوفر هنا ماشي؟ وهنا السكروتم قصاده ليبيا ميجورا اللي بينهم ده اسمه جوبرناكيولم بالنسبه للتستس نزلت لحد الاخر فالجوبرناكيولم اختفى بقى حاجه اسمها جوبرناكيولم تستيس حاجه من كده والبلاس ابلاي نزل بقى فين؟ من فوق لحد تحت الابليجامنت ولا يحزنون ليه؟ لانه ماشي فين؟ في السبرماتيك كورد اللي ماشي في نفس الباث واي مش السبرماتيك كورد داخل في الجوانب الكنال ده بالنسبه للراجل صح؟ بالنسبه للفيميل هي يعني نزلت من هنا ووقفت هنا فالبلاس ابلاي عملوا ليجامنت اسمه والباقي الجوبرناكولم ده اليوترس المشكله ان هو نما في النص فقسموا الحتتين وبين ليجامنت ولا هيبقى يوجد سبورت زي ما لا 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 ده بيسبورت بقى في اليوترس لا سبورت في اليوترس اوكي انا قصدي ماشيين ازاي مع بعض
ده الفهم. خلاص؟ طيب نمشي بقى كلاسيك. الاوفري برضو ظريف زي الفاليوبيا انديو كده. الديفينيشن في ميل جونات responsible for production of hormones and ovum. صح؟ طيب انا لو مسكت الاوفري كده سوري كده بالكلام اللي انا قلته بيقول لك الاوفري ده فيه هايلم. الهايلم ده اللي هو ايه؟ مكان دخول البلاد سبلاي والليمفاتكس والكلام ده تمام. وفي كورتكس وفي مضله. طبعا مين الاكتف ومين الباسف؟ مين الاكتف؟ كورتكس ولا المضله؟ لا الكورتكس. ده الاكسبشن الوحيد. ليه؟ لان وظيفه الاوفري يطلع فوليكلز والفوليكلز بتطلع من السيرفس. السيرفس فطبيعي ان البريفري هي اللي بتبقى اكتف لانها اللي بتطلع الفوليكلز. افتكر ان العكس يعني في كلمه هايلم المسخن وفي كورتكس ومضمه. مين الاكتف؟ الكورتكس لان اللي فيها الفوليكلز لان وظيفته اصلا ان هو يطلع. فهمتوا؟ يبقى ده الميجرمنتس. طب طوله وضعه ازاي؟ اللي احنا رسمينه كبير كده واحد اللي انت بتقوله احنا واحد ونص في اثنين ونص ثلاثة ونص. تعرف يعني قد ايه؟ بالظبط كده سنتي سنتي. يعني تعرف اليوترس يا جماعة كده اليوترس كده الاوفري كده. احنا مثلا مكبرين الصورة وكده فبالتالي انت فاهم الاوفري والتيوب هيبقوا لازقين في بعض اصلا. معايا مش معايا؟ واو منشيل يعني شبه اللوزر. اوكي يبقى ده حته الميجرمنتس والبارس والكلام ده. طيب الريليشنز بتاعته بصولي كده الاور بول اتاتش تو اللور بول انتيريورلي البرود ليجامنت في تيوب. صح؟ اوستيريورلي بقى لسه على شويه حاجه اسمها اوفيريان فوصه فيها الانترنال اليك واليوريتر. دي كلمه مهمه قوي انترنال اليك وايه؟ واليوريتر. طب ليه مهمه؟ وانا بعمل هيستريكتومي ممكن اليوريتر يتخبط في الحته دي. صح ولا لا؟ لو انا هشيل الاوفرز. ممكن كده يا دكتور؟ دلوقتي وانا لو انا هعمل بصوا كده لو انا هعمل هيستريكتومي with bilateral subinjury overcut. بص معايا انا هعمل هيستريكتومي الاوفر بقى هشيله وهتسيبه؟ على حسب. لو هشيله اقطع فين؟ اقطع هنا بحيث الاوفر يتشال. الاوفر فين؟ الاوفر اهو مستير اللي فيها. لا ازاي؟ مش هقول لهم كده هو قال لي كده يعني ازاي في انا هعمل ايه؟ استنى بس انا رسمه واضح لان ده واضح قدامي بعدين نقطه لانه ورا الكلام ده. بص هو مش جامد ازاي؟ انت لما تاخد الاكشوال ميجرمنتس اللي انت عارف انا بقول لك الاوفر قد ايه والتيوب نفسها قد ايه؟ التيوب 10 سم يعني كلها قد كده والاوفر كده. فاهم قصدي؟ والفيمبريا مدلدله كده فهو يبقى على الاوفر. فهمت قصدي؟ احنا مكبرين الصوره وحاطينها اناتوميكال قوي. انت فاهم اكشوالي مش هيبقى كده. هو الاوفر هيبقى التيوب نايم على الاوفر. تمام؟ انت بتعمل هيستريكتومي لو عايز تسيب الاوفر في الست هتقطع هنا في الاوفر اللي جنب. صح؟ لو عايز تشيله هتقطع في الفاندبلو فيلم. صح؟ فلو انت بتقطع في الفاندبلو فيلم مين اللي وراك؟ دايركت اليوريتر والانترنال اليك. فهمت قصدي؟ دي نقطه مهمه. خلاص؟ يبقى ده الريليشنز سهله. في عندك ريليشنز اوف ذا اوفريان فوسا اشطبها مش عايزها. خلاص؟ اوفريان فوسا الحته اللي نايمه فيها دكتور بص هو درس معاك معايا نايم انا. انت مطالب ان انت برانش جامد تعرف الالف ده. بحاول الناس يقولوا لك المعلومات اللي تفيدك وتبقى خايف مش بس مشكله في الوقت بس مش كده بالنسبه لي. خلاص طيب السبورت هيبقى ايه؟ الليجامنت سبورت كويس الليجامنت والاوفيريان. وفي حاجه اسمها ميزوفيريان. ميزوفيريان يعني ايه؟ حبه ليجامنت يعني حاجه كده زي شعر كده ما بين الاوفري وما بين البرود ليجامنت مش واخد ظهره حاجه بس لزقاك ده اسمه ميزو بيرم. مش عايزينه مو مش مشكله هو بره البرود ورا البرود ليجامنت هو كده كلاسيك المنظر اللي بقولك. سبلاي قولوا يلا
الاوفيريان ارتري جاي منين؟ الاوفيريان ارتري جاي منين؟ اورطه مش من مهم وجات لانه جاي اوريجينالي من المكان اللي هو جاي من اللي هو من فوق. الاوفيريان فين؟ اخيك دي عارفينها دي مشهوره. الاوفيريان فين؟ على الناحيه الرايت بيروح الاي في سي والليفت في الرينال. تمام الرايت في الاي في سي والليفت في الليفت رينال فين مهمه جدا وجات ام سي كيو بحبوها في الشفوي كمان زي تيست بالظبط. تمام للمسالك خلاص الليمفاتكس اسمها دار اورت ليمف نود. الاوفيري النيرفس مش عايزه اصلا. اوكي الهيستولوجي مش عايز فاهم تكتب اي حاجه ماشي من صوبات بتاع الفجينا ايه من صوبات بتاع الفجينا حاجه تبقى ريسيرش وانا قصدي ايه حاجه تبقى بتاع الفجينا لو عرفت ماشي كنت اخيرك يعني مكتوب قوي مهم يعني ولا مش مهم. طيب الامبريولوجي يلا يا جماعه الامبريولوجي بقى جاي منين؟ الاوفري. ركزوا معايا قوي الكلام ده مهم قوي ساعات بيسال وهو بلخبط شويه وده مهم في الاوفيريان تيوب. الاوفري ده عباره عن سكيلتون جاي من حاجه اسمها جينيتال ريج. السكيلتون الابيثيليوم الماده الاساسيه جايه من جينيتال ريج. طيب هو ايه المهم اللي في الاوفري؟ الفوليكلز صح؟ الفوليكلز في حد ذاتها جايه من ما يسمى الجيرم سيلز اللي جاي من اليوكسات. تاني الماده الفعاله الفوليكلز بيبقى جيرم سيل جاي من اليوكسات وده جاي من جينيتال ريج. تمام طب بقيه الحاجات بقى البلاد فيزلز والليمفاتكس واللي ما اعرفش ايه جايه من ميزوديرم. يعني ايه السكيلتون من بره الهيكل الخرساني من حته معايا والماده الاكتف من حته وبقيتها بقى الحيطان باللي ما اعرفش ايه بالتشطيبات بالكلام ده من حته ثانيه خالص. الماده الاساسيه من جينيتال ريج الفوليكلز جايه من اليوكساك الجيرم سيل جايه من اليوكساك والباقي جاي من الميزوديرم. طب ده يفرق في ايه؟ طبعا بيفرق في الاوفيريان تيومر صح ولا لا؟ لو جاي من الاساس اسمها ابيثيليال تيومرز وده اشهر نوع. في حاجه ده اسمها جيرم سيل تيومرز المفروض عارفينها زي الدرمويد اللي بيبقى فيها شعر وبيبقى فيها دهون والكلام ده. ليه؟ لانه جاي من جيرم سيل. لو جاي من الميزوديرم يبقى ناقص سيل ليمفوما هيمانجيوما ما اعرفش ايه فاهم لانه اوكي دي مهمه دي حاجه. تاني حاجه الديسنت احنا قلناها اوريدي قلناها خلاص صح مكتوب عندك الجوبرناكولا منزله ما اعرفش ايه والكلام من ده بتاع كونجنتال انيمالز ديسجينيسيس واجينيسيس والافلام الحمضاء دي. عندك حته اسمها ديفرنشيشن اوف ذا اوفرز مش وقتها دلوقتي محدش يشربها بليز بس لو جه سؤال نظري مش مطلوبه في الحته دي بس هنستعملها بعد كده ممكن اوكي. الرول احنا لسه خلصنا البدويه يعني ايه لا بس 10 دقايق لا 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 هو بقيت الصبح بظبط اتشطب خلاص انا بس واقعين بقيت الصبح بظبط اتشطب بس لازم ناخد شويه من الصبح يعني اذا كنا الاكل والاكسجين ما كان بحس ناخد اكتر من كده ايه ما ينفعش. لا ما ده كلام لا انت مش فاهم انا ممكن كنت اقوم اقلب لك الضرب وكذا كذا 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 ثانيه وجماعه الدكتور لوحده فاهم. لا انا عايزك تبقى فاهم عشان لما نفهم بعد كده انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الفسيولوجي برضه انا ممكن ما اقولوش خالص اقول لك الاوفيريان سايكل اللي انتوا عارفينها واكمل فاهم. لا بس الفكره انك تبقى فاهم الجزء اللي فات ترتيب الاهميه قلنا ايه؟ فاجينا سيرفكس ده ليفل اوفيريان تيوب و اوفري دول ليفل تاني صح؟ الباقي بقى عباره عن ايه؟ ركز معايا اليوتراين ليجمنتس لاخ 3 هو اوريدي كلمه تقول اتقال خلاص تمام؟ ده لان الدكتور ناصر اكد عليها في محاضره السنه اللي فاتت فهتظل مهمه مش عارف باين جاب السؤال ده ولا ايه معرفش فاكر اليوتراين ليجمنتس جه بقى الصفحه دي انا جمعها لك كلها في صفحه واحده تمام؟ اليوتراين ارتري يعني بلس 1 هو اوريدي اتقال البلفيك كونتر بلس 2 واضح احنا هنشطب ماشي نشطب بقى يا دكتور كده هنقول هيذاكر المره الجايه البرنيال بودي شتمه يعني سيده الليفيتور اناي هقولها دي يعني بلس 1 يعني ما جاتش قبل كده بس ما ينفعش تشطب
تمام؟ اليون جيتر ده فراغ والإس كوريكتر فوسطة شبهه البيودندر نيرف شبهه خلاص؟ الديفلوبمنت اوف رينال سيستم شايفينها؟ ايه؟ الديفلوبمنت اوف رينال سيستم شوف مش هتبقى ايه؟ خالص كده مصطوبة بس حتى ايه؟ السكس ديفرنشيشن ما تشربهاش هتشرح بعدين؟ بعدين؟ فتنا ماكس اللي هي كلمة سكس ديفرنشيشن الجينيتال هومولوجز الميل فيميل الجدول ده اوريدي اتقال خلاص كله مهم ام سي كيو اوريدي خلاص اتقال اللي هو ايه ايه قصاد ايه لا اوريدي ده اللي بيبقى ميجور قصاد السكوت طب ما اعرفش خلاص الان بي هاب اللي هي بلفيك فلور معناه ايه ده معلومه يعني لما تسمع كلمه بلفيك فلور معناه ايه من اوله لاخره خلاص والباقي شغل خلاص لا ما لسه هقول بقى حاجات معينه بس ال متر ايه نوعي بص معايا اللي تراين ليجامنتس هو في 10 دقايق تتاخد هتتاخد بص معايا اليوتراين ليجامنتس لو جه سؤال اشهر غلطه بصوا لي كده في كلمه يوتراين ليجامنتس بتحمل معنى ايه راوند او برود صح اللي هو اسمه بروتينيا والسيرفايكال انتوا دايما بتنسوا السيرفايكال دول فهمتوا الكلمه يعني يوتراين ليجامنتس ليجامنتس اتاتش تو ذا يوترس مش معناها البرود والراوند لان دايما الناس بتقول برود وراوند دي اول غلطه السيرفايكال ليجامنتس ما فيهمش ولا كلمه زياده احنا زي ما احنا قلناها هما ايه دايما المكن رود وده بيمشي منين من اللاترال ويوصل للاترال بلفيك وول قدام بيوجو سيرفايكال من قدام وهيوصل للسيمسس بيوجس اليوتر سيكرال من ورا ويوصل للسيكرال ملهاش ما فيهاش ولا كلمه زياده خلاص الفكره دي هتقولهم اصلا فمش كده ناوي يتنسوا طيب البرود ليجامنت زي ما احنا قلنا عباره عن فولد من البروتينيوم عامله كده صح قولوا بقى الاكستنشن بتاعها ازاي ميديالي يوترس لاترالي لاترال بلفيك وول انفيرولي بلفيك فلور ما فيهاش ولا تا سوبيرولي تيوب صح ولا كلمه زياده ما ده كلام احنا قايلينه صح مكتوبه تاني مكتوبه طيب الكونتنتس بتاعتها هقول لكم باسلوب حلو ثلاثه تيوبس وثلاثه سبلاي خلاص وثلاثه ريمنت الشطف الثلاثه تيوبس اللي عندك بصوا لي كده ماشي كده ثلاثه تيوبس وثلاثه سبلاي وثلاثه السبلاي ايه بلاد فيزلز نيرفس ليمفاتكس بدون اسامي مش عايز اسامي خلاص ده مش لازمه لا اكتبوا البلاصه طبعا اليوتراين ارتري والاوفيريان ارتري مش عايز تكتبهم يعني مش قضيه فاهم بص معايا طب ايه التيوبس اللي موجوده فالوبيان تيوب موجوده فين في الابر فري بوردر صح اليوريتر اليوريتر مكانه فين ورا بس مش احنا قلنا في النقطه دي تعدي كده بس وليجامنتس ليجامنتس ايه اللي لها علاقه بالبرود ليجامنت كل ده الناس اللي بتعتبرهم جزء من البرود ليجامنت فاهم فاضل له بيلفيك والاوفاليا الناس بتعتبرهم جزء منه الناس اللي بتعتبرهمش خلاص والثلاثه ريمينانت وبوفرون وبروفرون وجانت نارد سهل خالص يا باشا بصوا كده دول عباره عن ايه دول انتوا عارفين في حاجه اسمها وولفيان دكت في الرجاله بتطلع انت فاهم ففي الستات بقى بتطلع ايه وبوفرون صغير وبروفرون جنبه وحاجه اسمها جانت نارد حاجه دول عباره عن ايه بس الريمنت بتاعت ايه الولفيان يبقى البرود ليجامنت بيحتوي على ايه ديفينيشن برود من البروتينين الاكستنشن زي ما احنا قلنا بيحتوي على ثلاثه تيوبس اللي هما فالوبيان تيوب واليوريتر والليجامنت وثلاثه سبلاي نيرفس وليمفاتكس وبتاع وثلاثه ريمنت بس الولفيان ده ايه مش فيه مولاريان وولفيان في الرجاله
الولفيان بتشتغل والمولاريان بتدي حاجه اسمها ابندكس تيستيس اي كلام كده. في الستات بقى المولاريان اشتغلت الولفيان ادت الابوفرون والبرفرون. اوكي طيب الراوند ليجامنت عباره عن ماشي منين كوني وكريتراس ويوصل لحد ليبيا ميجور صح ولا لا؟ فايدته ايه؟ اي حاجه تطلع صح سبورت اليوتر صح؟ هو اللي بيتاني الاي في اف لانه بيشد شويه صح ولا لا؟ لو انا عملت حبيت اعمل عمليات للار في اف هستعمله صح؟ اي كلام هيمشي. الستات او برضه الستات الحوامل كمعلومه ان جنرال بصوا لي كده الستات لما اليوترس يكبر هيقوم يشد معاه الراوند اللي جنبه صح؟ فالستات الحوامل في الرابع او الخامس كده دايما بيشكوا من النقطه دي بتاعت الانجوينه اللي جابت ليه؟ الراوند ليجامنت بالذات بيتشد جامد فهمت ازاي؟ فدايما يقول لك في انجوينه بينها. اوكي؟ بس يبقى ده اليوتراين ليجامنت ده بلس 3 اوكي؟ الراوند في ناس بقول لك في ناس بتحسبه ان هو تبع الكونتنت. انا فاهم في ناس بتاع اكستنشن بتاعه في ناس بتحسبه اليوتراين ارتري يعني مش هيجي خلاص مش مشكله بس مش بص 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 مش 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 البلف كيوريتر مهم ممكن سهل شافه استنى كده خلاص اليوتراين ارتري اشربه خلاص مش هو ما فيش كلام اصلا البلف كيوريتر بصوا معايا البلفي كيوريتر هنقول تقريبا يعني نقول بلس 2 خلاص الموضوع مهم لو جه ما يبقاش سؤال بعت ولا حاجه ولو سالت فيه شفوي برده ستيل اكسبت ليه بقى لانه بيتربط ما هو احنا قلنا اليوريتر ده لازق فينا صح فساعه الريستريكشن والكلام ده ممكن يتربط فيبقى في كومبليكيشن فلازم تبقى انت عارف الكلام ده. ايه الكلام المهم بصوا معايا اولا طوله كام 25 سم دي جت ام سي كيو دي مهم اليوريتر على بعض طوله 25 سم الاستراكشر بتاعه ايه؟ الابيثيليوم ومصل وبريتونيوم صح؟ الابيثيليوم نوعه ايه؟ اكيد ترانسجن صح؟ اكيد يعني. الكورس بقى بتاعه ازاي؟ بصوا لي كلكم كده وركزوا بقى معايا. بعد ذلك عشان بس لازم يتفهم 3 دايمنشنال عشان بس تتخيل. دلوقتي احنا قلنا اليوترس اهو، السيرفكس اهو واليوترس اهو، والبلادر قدام اهي. واليوريتر جاي منين؟ من ورا فين؟ ريترو بريتونيوم. خلي بالك من الكلمه دي ريترو بريتونيوم، يعني فين؟ اكيد نهايته فوق متخيلين فوق خالص ونازل كده صح؟ البلفس هنا اهو متخيلين اهو؟ طيب هيمشي ازاي؟ هو جاي من فوق كده هيدخل البلفس فين؟ عند البايفوركيشن ادي اورطة مش هو ده المنظر؟ الاورطة دي الكومن الياك والكومن الياك ده اكسترنال وانترنال صح؟ هو هيدخل ازاي؟ يعني عدى على البايفوركيشن وبعدين عدى على الانترنال متخيلين؟ الكلمه دي مهمه عدى على البايفوركيشن وبعدين الانترنال يعني انت لو على الرسمه لو خدتها كده يبقى ازاي؟ معدي كده جايب منين كده صح؟ كده وماشي ماشي فين؟ في البوستيريور ابدومينال وول صح؟ ريترو بورتونيال صح؟ جاي كده 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 معايا؟ نازل نازل لحد ما وصل للبلفيك فلور عند فين بقى؟ الاسكال سباين الكلمه دي مهمه جدا وصل عند الايه؟ هيقوم يعمل ايه بقى؟ بصوا لي كده هيعمل كده هيوصل كده هيمشي كده بقى صح؟ ما هو خلاص وصل لنفس الليفل بتاع البلادر بس ورا هيقوم يمشي في الارض واضحه؟ هيمشي في الارض عايز يوصل لهنا صح؟ هو ماشي هيعدي على مين؟ هيعدي جوه البرود ليجامنت واحنا لسه قايلينها حالا ويعدي تحت اليوتراين ارتري طبعا الكراين اكتر ماشي كده هو كده لحد ما وصل فين في الاخر للبلادر ركز تاني يبقى تاني هو جاي من فوق دخل البلفيس ازاي بايفوركيشن اوف كومن اليك بعدين عدى على الانترنال اليك فضل ماشي داونورد اند ميديالي كده لحد ما وصل اسكال سباين عدى الاتجاه ومشي على الارض هو ماشي على الارض عدى على تحت يوتراين ارتري ووصل في الاخر للبلادر متخيلنا؟ طيب البلاس سبلاي من اي حته؟
ماشي يوتراين ماشي فاجينال ماشي يوريثرا ماشي فازايكال ماشي يورينال ماشي اي يعني طول ما هو ماشي زي ما انتم شايفين كورس كبير فبياخد من اي حاجه. هو السؤال موجه ليه بقى؟ عشان الحته اللي عندك دي اللي هي ايه بوسيبل سايتس اوف انجري فور ذا يوريتر معايا، ودي ممكن تسال شفوي اللهم قد بلغت، يعني دي حته ما تتقالش عليها رخمه، يعني انت لو شفوي ما تقولش ان الراجل بيرخم، لا هي دي حته مهمه انت ما عايز تطنشها دي حاجه تانية، بس هو دي الحته دي مهمه. فين الاماكن اللي ممكن يتعامل فيها اليوريتر؟ احنا قلنا دلوقتي حضرتك مكانين انا قلتهم صح، في الانفضل وبلفك صح ولا لا؟ ليه بقى؟ لان الانفضل وبلفك ورا مين؟ الانترنال اليا. مش انا قلت لك هنا الحته دي اليوريتر والانترنال اليا اللي هي الحته دي شايفين يعني الاوفر انتوا عارفين فين بالظبط يا جماعه؟ اه متخيلنا الاوفر قدامهم ايميديت في النقطه اللي اليوريتر بيعدي على الانترنال اليا، فطبيعي وانا بعمل هيستريكتومي في النقطه دي ممكن اعور اليوريتر صح ولا لا؟ ايه تاني؟ وانا في الهستريكتومي برضه عند اليوترو سيكرال مش هو ماشي كده؟ او عند اليوتراين صح ولا لا؟ او لو في برود ليجامنت ماس او سيرفايكال ماس وانا بشيلهم، او لو بعمل فاجينال هستريكتومي يعني كم يعني من حبه من اللي عندكم دول. خلاص الكلام ده مهم بس يتبقى ايه؟ هقولها المره الجايه اول بتاع لكم في الموضوع. طيب معلش يبقى لو رتبنا ترتيب الاولويه انت بتذاكر الاناتومي خلاص انا شرحناه بالتفصيل وفهمناه والكلام من ده وبتاع، وانت بقى بتذاكر في اخر السنه تذاكر ازاي؟ ما ينفعش تقعد تذاكر كلاسيك مش ده الصح. امال تذاكر ازاي؟ فاجينا سيرفكس ده ليفل 1 لو عايزين تكتب فاجينا سيرفكس ده ليفل 1 ليفل 2 يوتراين ليجامنتس فالوبيان تيوب اوفري فالوبيان تيوب اوفري ويوتراين ليجامنتس خلاص. ليفل 3 هيبقى البلفيك يوريتر والليفيتور رينال خلاص. الباقي لا اما تشطبه نهائي لا اما ما يجيش الفالفا واليوترس مثلا ما يجوش خالص. ده ترتيب الاماكن والاناتومي زي ما انا قلت المره اللي فاتت سؤال مضمون، مفيش حاجه اسمها امتحان نساء ولاده من غير سؤال اناتومي في الجايد ده مضمون خلاص. المره الجايه ان شاء الله في ميعادنا وهنبدا في الفسيولوجي ان شاء الله. لا 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 لا